أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم عندنا ضيف بصراحة هو ليس كل الضيوف، يعني اليوم معنا نبي، نبي بكل معنى الكلمة. خلينا نقدم لكم النبي سامي الديب. أهلا وسهلا فيك نبينا سامي الديب. أهلا وسهلا بكم بجميع المستمعين والمشاهدين. أهلا وسهلا فيك نبينا، أنا ما بقدر أقول غير نبينا يعني. أفارم عليك. أولا أبدأ الحلقة بإني أشرب كأس خمرة على صحة الجميع، على صحة الجميع، صحيح. وأوضح لك شو السبب. إنه أصحابنا الألمان في القرن الأول الميلادي، إذا لصحتكم كلكم، كان ممنوع المستشارين يروحوا على الاجتماع قبل ما يسكروا، يا سلام. كانوا مجبورين يسكروا قبل الاجتماع. والسبب إنه بقول إذا أنت ما سكرت مش حتقول الحقيقة. فجاءت من هنا المثال اللاتيني إن فينو فيريتاس، أي في الخمر الحقيقة. ما هيك أنا وانت تعرف صديقي جان، خليني اكمل، لا تقاطعني طول الوقت، شو القصه تاعتك هاي؟ فانت لما تروح المحكمه بشهدوك، بحلفوك يمين، احلف انك ستقول الحقيقه، كل الحقيقه ولا شيء غير الحقيقه. انا على رايي ممنوع يشهد قبل ما يسكر، علشان يقول كل الحقيقه. إذا مش سكران يعني بضل الواحد بعقله، وبضل عاقل، والعقل هو الربط، وهذا أحد أسباب منع الخمر في الإسلام. هو خايفين إنه الناس يحكوا الحقيقة، فقال لهم لا تشربوا خمر. ومن هنا إحدى مقالاتي أقول إذا أنت عايز تخلص العالم العربي من المصائب اللي فيه، اسقي كل مثقفيهم سط الخمر يوم، خلي كل واحد يفلت لسانه وتشوف الفظائع اللي حيحكوها، تشوف الفظائع اللي حيحكوها. أنا بضمن لك أخي إنه لو أسكرت جميع مثقفي الحوار المتمدن يوم واحد خمر يعني بسط الخمر، الإسلام حينتهي عن وجه الأرض خلال أسبوع، لأنه اللي في قلبهم مستحيل يقولوه إلا إذا سكروا. ولهيك أنا نصيحتي لك إنك لا تقبل أحد من الملحدين يتكلم بحلقتك إلا إذا عنده إثبات إنه سكر. لأنه أنت عايز إنه يحكي الحقيقة، مو يكذب على الناس، بكفي كذب، صحيح ولا لا أخي جان؟ والله حقك يا دكتور، حقك بصراحة، حقك. يعني أنا كان لازم أشربه خمر الإسماعيل امبارحة. بالتمام، عفارم عليك. قبل ما تبدأ الحلقة تحلفوا يمين، أشهد أني سكرت إلى الثمالة، وأني سأقول الحقيقة ولا أخفي شيئا لصالح المجتمع. فهاي لصحتك يا أخي جان، ولصحة النبي إسماعيل أهو. ولما أخلص الكاس هحكي كمان أفضل من قبل. أكيد. طيب أنا بس بدي في هون تعريف على حضرتك، بس بدي اقراه شوي اذا ما عندك مانع. تفضل عزيز قلبي. الاستاذ سامي الديب هو فلسطيني مسيحي من مواليد 1949، ويعيش حاليا في سويسرا. حاصل على شهاده الليسانس والدكتوراه في القانون من جامعه فريبورغ في سويسرا، ودبلوم في العلوم السياسيه من المعهد الجامعي للدراسات الدوليه في جنيف. وكان عنوان أطروحة الدكتوراه تأثير الدين على النظام القانوني الحالة في مصر غير المسلمين في البلدان الإسلامية. عمل كمسؤول عن القانون العربي والإسلامي في المعهد السويسري للقانون المقارن في لوزان من 1 تشرين الثاني 1980 إلى 31 ديسمبر 2009. في مايو 2009 أنشأ مركز القانون العربي والإسلامي الذي يقدم استشارات قانونية ومحاضرات وترجمات وأبحاث ودروس. وفي يونيو 2009 حصل على التأهيل للإشراف على البحوث HDR من جامعة بوردو،
وفي فبراير 2010 حصل على لقب أستاذ جامعات من المركز القومي الفرنسي للجامعات، ويدرس الشريعة الإسلامية والقانون العربي في عدة جامعات إيطالية وفرنسية وسويسرية، وألقى مئات المحاضرات في جامعات مختلفة. له أكثر من 30 كتابا و200 مقال في القانون العربي والإسلامي، وترجم القرآن إلى الفرنسية، وسوف تصدر له قريبا ترجمة إيطالية وإنجليزية، ويعد طبعة علمية جديدة للقرآن بالعربية بالتسلسل التاريخي، مع إشارة للقراءات المختلفة والناسخ والمنسوخ والمراجع اليهودية والمسيحية وغريب اللغة. وله أوسع كتاب عن ختان الذكور والإناث عند اليهود والمسيحيين والمسلمين، الجدل الديني والطبي والاجتماعي والقانوني، صدر بالعربية والفرنسية والإنجليزية. أظن يعني هذا التعريف العام، وهو كافي بالحقيقة. ربما أضيف شيء، أن وأنت وضعت تحت الفيديو هناك روابط لموقعي، عندي موقع يتضمن تقريبا كل كتبي ومقالاتي باللغات المختلفة، وفيها كتب مجانية، كل كتبي مجانية إلا الترجمة الفرنسية، لكن من يحتاجها ممكن أبعثها له. وعندي مدونة تجمع مقالات وأشرطة عن الإسلام خاصة والأديان عامة، فيها قرابة 20,000 مقال وشريط، 20,000 في جميع المواضيع. وعندي صفحة في الحوار المتمدن أكثر من 600 مقال، وعندي صفحة في الفيسبوك، وصفحة عن مجموعة أخطاء القرآن اللغوية والإنشائية. وهناك أيضا 31 لقاء لي مع النبي إسماعيل في البط الأسود، ممكن أنكم تشوفوها، يعني أكثر من 50 ساعة تسجيل تم مع النبي إسماعيل. تفضل، فهذا هو التعريف بي، وإذا حبيت أكثر ممكن واحد يرجع لمجلة الملحدين العرب، أقاموا حوار معي من صفحة 60 إلى 77، والرابط أظن موجود تحت الشريط بتاعي، هناك التفاصيل عامة. تفضل أخي. على كل حال انا حاطط اللينكات كلها تحت الفيديو بالديسكريبشن، كمان حاطط اللينكات اللي ذكرهم نبينا سامي. دكتور سامي، خلينا نبدأ الحلقة. يعني المصطلحات الملغومة، أول من هذه المصطلحات يعني اللي هو الإلحاد الذي يمس صميم برنامجنا وبدايته، هل أنت ملحد يا سامي؟ ولماذا تسمي نفسك نبياً؟ أوكي، شكراً على المقدمة أولاً، وشكراً على السؤال، وهو مهم لأنه بيرتبط بحلقتك. ولما اتصلت بي قلت عن ماذا سنتكلم، ففكرت انه موضوع تعريف الكلمات هو اهم شيء، لانه لو احنا اتفقنا على معنى الكلمات نختصر الجدل، وممكن نتفهم اكثر مما نظل في التعميمات والمبهمات. اود اولا ان احكي لك قصة صغيرة مع صديق للسيد الشيخ الشيعي أحمد القبنجي. أحمد القبنجي أنت أكثر الناس يعرفوا، مواقفه التقدمية جدا، هو يلبس العمامة عامة والملابس الدينية تاعته. فصاحبنا وصديق له قال له أنا ملحد، قال له أرجوك لا تقدم نفسك إنك ملحد، لأنه أنت لو قدمت نفسك ملحد فبياخذوا عنك نظرة سلبية. قال له بس أنا ملحد. قال له لا، أنت مش بتآمن بالحب. قال له آه. قال خلاص أنت مؤمن، فأنت كل ما يسألوك كلهم أنا مؤمن، بالضرورة كلهم بإيه؟ ممكن تآمن بالكرد مثلا، ما حد قاله بإيمانك، أنت أبد ما تقول أنت ملحد، فاهم علي؟ فما بتعرف، معروف انه احمد الكبنجي هو شيعي، والشيعة معروفين بالحيل تاعونه.
أنت تعرف الحيل في الشريعة الإسلامية والتقية، لأنهم كانوا مظلومين طول وقتهم، فانجبروا يستعملوا تعابير وتمويهات علشان يحموا نفسهم. واضح لما وأنا استمعت لحلقة معك السيدة منى حسين، هي ترفض كلمة ملحدين صحيح. وتقول يجب أن نسمي نفسنا لا دينيين حتى لا يفرضوا علينا هم تعريفهم. طب هم المشكلة إنهم إحنا هم بيسمونا ملحدين، خلاص بقى الحالة ناخذ الكلمة ملحدين بس نفهمها. وفي الواقع كلمة ملحد لا تختلف عن كلمة حنيف في القرآن. كلمة حنيف جاءت عدة مرات في القرآن، أعطيك آية: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يعني كل واحد كان يميل عن ديانة قومه كانوا يسموه حنيف، يعني حنف ماله، حنف معناته ماله. فإبراهيم بهذا المعنى هو ملحد، ما تقدرش تنكر هيك، لأنه حسب تعريف القرآن إنه صاحبنا كان مسلما، يعني ما كانش من جماعته، يعني كان ملحد بآراء جماعته، فإبراهيم ملحد. فاهم علي؟ ما كانش من المشركين، الديانة الرسمية تاع مجتمعه كانت الشرك، وهو كان ملحد، فالقرآن سماه الحنيف. واليوم إذا أنت تترجم كلمة الحنيف فحتقول إبراهيم كان ملحد. هذيك اليوم جاني شخص صديق لي بالفيسبوك، هو ملقب اسمه الشيخ، مش عاطيك اسمه، ولابس قلنصوة ولابس الثوب الطويل تاع المشايخ وحامل مسبحة. هو يفكر انه يعني حيأثر بالناس او يتعجبوا، يعني يثيروا اعجاب الناس بمسبحته وبثوبه، لكن حبيت فقط افرجيك شيء. انا عندي من فوق العشر مسابح، مشان احكي لك القصة خليك تتفرج عليها. بتفضل عزيزي تفضل. افرجيك. اولا انا عندي مسبحة واو من دمشق، من سوق الحرف، اشتريتها من دمشق، فيعني هاي اول مسبحه. فاهم علي؟ بس دكتور قبل ما تعطي المسبحه الثانيه، هاي كيف بتسبح فيها؟ ها؟ هاي كيف بتسبح فيها؟ انت ما لها دخل. انا بدبر حالي. بعدين عندي مسبحه تاعت المسيحيه، شو هاي مسبحه ثانيه. طيب ولسه ما خلصنا عزيز. وهاي مسبحة ثالثة، هاي بتاعت المسيحية. أنا أحلفك بالحب اللي تؤمن فيه أنه تملي بسنك. تطور روحك علي، هاي واحدة أخرى. لسه ما خلصنا عزيزي، أنت ليش مستعجل علي؟ وهاي واحدة بتاعت المسلمين. وهاي آخر أخرى لها. فاهم علي؟ أهو. فيا عزيز قلبي اللي حاملين المسابح ما يفكروا يعني بيهتوا علينا بمسبحتهم. فأنا عندي مسابح ما شاء الله علي ببيع وبفر. حتى إنه ضاعت علي الطريق، مش عارف كيف هخلص حالي من المسابح تحاولي. في الحال وبعدين صاحبنا حامل لقب شيخ. طب ما انا اسمي نبي اكثر منه، يعني الفرق واسع بين النبي والشيخ. هو شيخ صغير يعني ولا شيء، النبي ما شاء الله عليه رجل كويس، النبي مو كل الناس نبي، الانبياء معدودين على الاصابع. ليه؟ فصاحبنا اتصل بي بيقول لي ممكن تعطيني رجاء بعض الصفحات تبعون الملحدين، هو شبكه الملحدين العرب. فأعطيته عدة لينكات. أشكرك يا أخ سامي، جاب أشكرك يا أخ سامي، وبيسأل أنت سامي الذيب نفسه أم إنك أحد معجبيه؟
بيسأل يعني ازاي انا برد عليه حالا، اول ما وصلني الرسالة رديت عليه باللطف، ما في مانع عايز اللينكات، قلت بلكن بده يلحد الله يهديه، فهم علي؟ فأعطيته اللينكات. فأنا قلت له أنا سامي الذيب العبد الفقير، وهذه هديتي لك، وأعطيته الروابط تاعون الحوار المتمدن. فقلت تشرفنا يا أخي، بس حضرتك ملحد مش مؤمن صح؟ بيسألني هل أنت ملحد يا سامي أم أنت مؤمن؟ قلت له أنا ملحد مسيحي مثل موسى وعيسى ومحمد، يعني بالمعية، احنا مجموعة ملحدين، منهم موسى ومنهم عيسى ومنهم محمد، وانا يعني من بينهم. واعطيته رابط لحد مقالاتي عنوانه موسى وعيسى ومحمد وسامي ملحدين. طب بتقول لي طب ازاي انت حتسمي حالك ملحد ومسيحي، وكيف تساوي موسى ملحد وكيف عيسى ملحد وكيف محمد، يعني انت خربطت علينا كل القصة، ضاع مثل ما يقولوا ضاعت الطاسه، ضاعت الطاسه. ففي الواقع يعني هو رد فعل حالا بيقول لي لا، ازاي انت، هذا من اشد البهتان على الانبياء عليهم السلام، كلهم كانوا مؤمنين. فهو اعترض اني ازاي انا بقول محمد ملحد وكيف بقول عيسى ملحد وموسى ملحد، لا هذول كانوا ملحدين. فرديت عليه نحن العرب لا نقرأ، فرد أنا أقرأ والحمد لله. فقلت لا أخي العزيز، هل قرأت المقال اللي بعثت لك إياه؟ قال لي أنا آسف على خطأي. هو استعجل ينتقدني قبل ما يقول لي يعني إيه معنى بكلمة ملحد، هو شاف ملحد ومحمد ملحد وموسى ملحد وعيسى ملحد، طقت براسه قال ايه هذا كفر، هذا صاحبنا كفر، شو الحكي ده يا اخي، اقرا المقال قبل ما تحكم علي. نحن أمة لا نقرا، وان قرانا لا نفهم، وان فهمنا لا نعمل، هنا المشكله. فهو صاحبنا مستعجل، الا انت ملحد، انت كافر، انت يعني تعرف صاحبنا الكمني توني خليفة بيقول له أنت مش ملحد، قال له لا أنا مؤمن، كيف أنا ملحد؟ هو خايف يقول إنه ملحد. لا أخي بيني وبينك، إذا واحد سألك في التلفزيون كله ملحد مثلك، حتى شيخ الأزهر إن وقفت أمام شيخ الأزهر وقال لك أنت ملحد، قال لي أخي أنا ملحد مثلك ومثل محمد ومثل عيسى ومثل موسى. يقول لك يا أخي ليه أنت خربطت علينا القصة كلها، أنت ضيعت لنا القاموس العربي، إزاي أنت تسمي نفسك مسيحي وملحد، ده يعني تاهت بين الأمور. بس في الواقع أنا أنطلق من الكلمة اللغوية، من اللغة العربية، يعني من المعنى اللغوي للكلمة، وهو الأساس الأمور. يعني لو فهمنا معنى الكلمة مثل ما لو فهمنا معنى إيه حنيف، هنفهم إنه إبراهيم كان ملحد. وإذا عرفنا ما معنى كلمة إلحاد في القرآن بذاته لغويا، فمش هيكون أي مشكلة، ما فيش أي مشكلة بتاتا. يعني كلمة إلحاد أو مشتقاتها جاءت في 6 آيات، نكون واضحين، ما أعرفش إذا الناس واعيين في هذا الأمر. فهناك 6 آيات احنا هنقراهم، فهنقرأ لك الـ6 آيات، الـ6 آيات هدول اللي بتتكلم عن الحال. اوكي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني يميلون في أسمائه أو يعني يغيرون أسمائه. آية أخرى لسان الذين يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربي مبين، يلحدون أي يحيدون عنه أو يميلون عنه أو يشيرون إليه، هنا الكلمة غير واضحة. إن الذين يلحدون في آياتنا
لا يخفون علينا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون، أي يميلون عن آياتنا. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب. إلحاد هو الميل، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ملتحدا يعني هو ملجأ. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني ملجأ هنا بهذا المعنى. إذن كلمة إلحاد في القرآن يعني الميل، نفس المعنى لكلمة حنيف، نفس الكلمة بتاعت حنيف. لكن المشكلة فين؟ المشكلة فين؟ إنه القرآن نصب نفسه معيار للحق، هنا المشكلة. يعني إنك تميل كل من كل محمد مال عن جماعته، إبراهيم مال عن جماعته، موسى مال عن جماعته، وعيسى مال عن جماعته، ما عادش نقدر ينكر اختلفوا معاهم فماله. لكن هو القرآن بيقول لك لا، أنا هي فقط مبادئي الحقيقية، وكل من يميل عن هذه المبادئ فهنا يا ويله. وهذا سبب كراهية الإسلام أو المسلمين للملحدين، يعني جاء من نظرة القرآن في تعريف الحقيقة أو في احتكار الحقيقة. يعني الحقيقة هي فقط عندي، وكل من يخالفني يلحد، أي يميل، يلحد يميل عن حقيقتي أنا. طب يا أخي ما أنت محمد أنت برضو ملحد، أنت برضو ملت عن جماعتك. لا، بيقول لا، بس أنا الحادث على الطريق الصحيح، فأنا المؤمن، أنت ملحد. لا يا أخي، ما أنت برضو ملحد، يعني لغويا ما تقدرش تنكر أنك أنت ملحد. فلهيك ارجع الأمر لمعنى اللغوي. صحيح أن القرآن بيقول بيعترف ببعض الديانات السماوية أو يتسامح مثل ما بيقوله، ولكن في نفس الوقت بيقول مثلا في سورة الفاتحة: أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي اليهود، ولا الضالين، أي النصارى. وهو اعتبر أنه من لا يقبل غير الإسلام، من يقبل غير الإسلام دينا لن يقبل من يتبع غير الإسلام دينا. الآيات هي معروفة. إذا نحن لو تركنا جانبا الكراهية التي يبثها القرآن، نجد أن كلمة الحد تعني المخالفة. فأنت ملحد بالنسبة للعائلة تاعتك، والعائلة تاعتك ملحدة بالنسبة لك، والمسلم هو ملحد بالنسبة لي، وأنا ملحد بالنسبة للمسلم، فكل منا ملحد. فإذا واحد كلمك قال لك يعني عيرك بأنك ملحد، أرجو من الجميع أنه حتى في التلفزيون نوضح للناس شو معنى كلمة ملحد، وأنت تقول له أنت برضو ملحد، حتى تضيء الطاسة، حتى الناس يفتحوا مخهم. صحيح، فبتقول له أخي إبراهيم كان حنيف، حنيف تعني ملحد، إذن إبراهيم كان ملحد، فأنت بتلومني على شو؟ هو الاختلاف ما بين الملحد وغير الملحد إنه غير الملحد هو خروف، يعني تابع القطيع، كل من مش عايز يتبع القطيع هو ملحد. فهم المشكلة تاعتهم إنهم عايزين إنك تتبع القطيع تاعهم، ممنوع تلحد، ممنوع تخرج عن القطيع. هم عايزين يذبحوك، لا يودوك على المسلخ، لا انت لازم تمشي للمسلخ. يا اخي مش عاجبني المسلخ، ما في فايدة، بتصير ملحد وتقتل. فاهم علي؟ فهنا المشكلة في التعريف. يعني اللي يقول لك انه كلمة ملحد هي عيب او جريمة او مثل هيك،
رد عليه حالا فهموا معنى الملحد وقل له انت اخي برضه ملحد، انت بتلومني على شو؟ ابراهيم ملحد، موسى ملحد، عيسى ملحد، ووضح له الامر. فالمشكله اللي صارت انه اصحابنا الازهريين شو طلعوا براسهم انه يا سيسي انت لازم تاخذ كل الملحدين وتقطع راسهم في ميدان التحرير. هذا ما قاله الازهر. طب يا اخي انت عرف لنا بكلمه الملحدين اولا، من هم الملحدين الذي تتكلم عنهم؟ دكتور بس في غشة عم تطلع من الصوت، إذا الفيشة بس هيك تظبطها. طيب خليك معي علشان أغير إذا السماعة الأخرى إذا تسمح لي، إذا مش الأمر. تفضل. إذا في خش بالصوت. هل سامعني أفضل؟ أسمعك. هل سامعني أفضل؟ أفضل. الغش بس أنا مش سامعك. إذا أنا حأطفي وعيد الفتح. لا تمام أوكي. أنا مش سامعك. أيوه أوكي. أنا مش سامعك. ثانية واحدة يا عزيزي. طبعا أعزائي المشاهدين، يعني بصراحة أنا وصلتني رسائل كتير بعد حلقة الأستاذة منى حسين، يعني بمناسبة كلمة الملحد، إنه الملحد هي كلمة دينية أصلا، يعني مثل ما شرح نبينا سامي. اتفضل. هلا سمعتني؟ عم بسمعك. انا كنت عم بشرح انه جتني رسائل كثير بصراحه الايام الماضيه انه كلمه معترضين على كلمه ملحد. ايه. عم بقول لهم يعني جانا النبي سامي افضل شارح للكلمه، يعني كلمه هي كلتنا ملحدين يعني. ايه صحيح صحيح صحيح. فانا الناس استغربوا يعني في كل انت هي المشكله جاءت من ترجمه اتيزم، جاءت من كلمه اتيزم. كلمه اتيزم يعني من دون، تيز معناته من دون اله، لكن هذه ترجمه غير صحيحه للكلمه اتيزم. كلمه ملحد اكثر وضوح من كلمه اتيزم. يعني اتيزم هو اللا دينية او اللا إلهية اذا نريد ان تترجمها. اما كلمة ملحد انا اراها باللغة العربية اكثر لياقة لمجتمعنا ولحل مشاكلنا. اذا تقول اتيزم يعني تكون بلا اله، انا بقول ممكن تكون مؤمن وملحد في نفس الوقت، مثل ما يقول صاحبنا الكبنجي انت قول عن نفسك مؤمن، مش انت بتآمن بالحب فمعناته انت مؤمن. لا، انا بقول انت ملحد لكن انت تميل عن رأي الأغلبية او الرأي الآخر، حتى ممكن يكون أقلية، ممكن يكون أقلية وانت تميل عن رهم. فانت يعني هي المشكلة جاءت في الترجمة العربية لكلمة أتيزم. هناك يقولون الربوبية. الربوبية يعني أنت تعترف بوجود الله، تعترف بوجود الله لكن أو بوجود إله، مش بالضرورة الإله العادي. وهناك بيقولوا اللادينية مثل ما قالت صاحبتنا الشاعرة العراقية. بس أنا شخصيا أفضل فعلا كلمة ملحد، وما فيش فيها عيب البتة وما فيش فيها أي جرم إنك تستعمل كلمة ملحد. أنا في ناس بيكتبوا لي مثلا في الحوار المتمدن، يا أخ سامي أنت بتقول القرآن ده تأليف حاخام يهودي مسطول، وإنه الكتب المقدسة هاي كتب مقدسة، وبتقول ما بتآمن بالوحي، وبتقول أنت إحنا مش عارفين أنت ملحد ولا مش ملحد. بقول لهم أنا ملحد أخي، بس وضح لي شو معنى كلمة الملحد. هذه هي الأساس اللي لازم نواجه فيه مجتمعنا. كلمة اللادينية هي خطيرة، أخطر من كلمة ملحد. يعني أنت ما عندكش دين، ما فيش حد ما عنده دين. يعني ما معنى الدين؟ معناته أنت تدين بمبدأ.
يعني انت ما عندكش مبادئ. بقول لا دينيين ممكن الواحد يروح بعدين ينام مع امه، يعني لا يدين بمبدأ. ما فيش حد منا ما عندهوش دين. انت تعرف مثلا المحكمة في اسرائيل، المحكمة الحكمية، تعرف شو بسموها بالعبري؟ بيت هدين، يعني بيت القانون. الدين يعني هي القانون. هل حد ما عنده قانون؟ ما في حد ما عنده قانون. الدين هو المبدأ. هلا انت تقول انا لا ديني، يعني انت لا اخلاقي، لا اخلاق لك، لا تدين بشيء، لا تدين باي مبادئ. انت ممكن تروح تنام مع اختك، او تروح تعطي اختك لمين ما تريد، او ما اعرفش ايه. يعني انت اصبحت لا ديني، يعني لا تدين باي مبدأ. وانا بقول ما فيش حد في الدنيا هو لا ديني. لا يوجد في التاريخ احد ما عندهوش دين او لا يدين بشيء. حتى اخذ كتاب الموتى عند المصريين، الدين الفرعوني هو دين، وعندهم مبادئهم الراقي. واول مبادئ لم ألوث النيل، يعني انت تحاكم انك امام الهيئه الدينيه العليا في الموت، تقول لم ألوث الدين النيل. يعني انا عندي مبدا اخلاقي اني لن ألوث الدين، وهو مبدا ألوث النيل، وهو مبدا يعني محافظه على البيئه. ومعروف انه اللي يلوث النيل يخرب البلد كلها. فهو عنده دين، يعني عنده اخلاق. فاحنا نبعد عن كلمه اللادين، لانه ما فيش حد ما عندوش عنده دين، ما فيش عنده دين، ما في حد. اكبر الملحدين وابشع الملحدين عنده دين. لهيك انا اقول حيدوا يا جماعه عن كلمه اللادينيه، لانه حيتفهم انك لا تدين باي مبادئ، لا تقبل باي اخلاقيات. تقول انا رجل لي ديني ولي اخلاقي وادين بمبدا الدين. هو الدين يعني هو المنهج، هو القانون. انت شفت حد مالوش قانون؟ حتى القطط عندهم قانون، الكلاب عندهم قانون، ما في حد. فهذا افتراء على الانسان تقول له انت لا ديني. ازاي انت بلا ديني؟ يعني انت هايم على راسك؟ ما ينفعش. ما فيش حد. الرومان يقول حيث يكون هناك مجتمع هناك قانون. الدين يعني هو القانون فقط. فأنا أقول لأصدقائي العرب ابعدوا عن كلمة اللاديني، لأنها ملغومة جدا. واستعملوا وفضلوا دائما كلمة ملحد، لأنها تعني حنيف، اللي يستعملها القرآن. وهي ليست عيب، بالعكس هي فضيلة، هي فضيلة. حتى القرآن بيقول لك إن تتبع أغلب الناس يضلونك، فمعناته أنت ألحدت عن الأكثرية، فأنت أصبحت ملحد. المشكلة أنت لما تنصب، لما مجموعة معينة تنصب مبادئها إنها هي، أو دين معين ينصب مبادئها هي الميزان تاع الحق والحقيقة. وهنا المشكلة. هم رجال الدين، المشكلة إيه؟ إنه عزيز قلبي، أنت مثلا بأيام البرد، بأيام البرد مش هيك؟ بدك تروح تشتري لك كنزة، تشتري لك جارزي أو ملابس أو معطف مشان تدفي حالك. فعندك طريقتين، إما إنك تروح تشتري من الدكان المعطف تاعك، أو إنك أنت تكون خياط ماهر وتعمل المعطف تاعك إلك. أو مثلا أنت عايز تلبس جزمة أو حذاء، ممكن تشتري من عند الدكان، أو أنت تعرف تعمل الحذاء على إيدك، فأنت تفصل الحذاء حسب ما يعني معرفته، وحسب حجم إجرك ومثل ما. مشكلة رجال الدين بيقول لك أنت إذا عايز المعطف لازم تشتري من عندنا، أنت عايز الحذاء، الحذاء ده من عندنا. طب أخي ما عجبنيش الحذاء، أنا عايز الحذاء من الجار تاعك. لا ممنوع. إذا أنت تروح عند الجار تاعي ما تسكنش في الحارة تاعتي،
ما تسكنش في البلد بتاعتي. طب بيقول له اخي انا مش محتاج حذاء، لا منك ولا منه، انا عايز افصل الحذاء بايدي وانا لابس، اعمل المعطف بايدي. بيقول لك لا انت ملحد. لك يا اخي انت ليش تجبرني، ليش تجبرني اني اجي اشتري المعطف من عندك؟ باي حق؟ باي حق؟ فهي مشكله اقتصاديه وتنافسيه. رجال الدين عايزين يسيطروا على أفكار الناس. أنت لازم تفكر مثلنا، لازم نفصل عقليتك مثلنا. تروح على الجامعة يقولوا لك هذا ممنوع هذا حرام وبالحدود هذولا، ويا ويلك إذا أنت ما عملت هذا ساقط في الامتحان. مش ساقط فقط في الامتحان، ساقط في المجتمع، ومو فقط كمان حنسقط لك راسك. فاهم علي؟ فلهيك أنا أقول يعني احنا نفهم او نفكك الكلمات، نفكك السبب من هذا التعدي على الملحدين، انه رجال الدين عايزين يسيطروا على سوق الدين، على سوق الاخلاقيات. هلا بس تقول له اخي العزيز هذه مشكله كبرى، لان تعاليم الدين تاعك اليوم، تعاليم الازهر، وانا نشرت عده فتاوى تنتهك الإنسانية للأزهر، ده مخالفة لحقوق الإنسان. وأنا إذا تبعت الدين تاعك أنا بروح ضد إنسانيتي. فأنت علشان أنت تنتقده مش عايز تتبع رأيه، مثل إسلام البحيرة، مثل فاطمة ناعود، تروح تفكر بطريقة هي أخرى. حتى في الحيوانات ممنوع تفكر، ازاي تذبح الحيوانات مش مالكيش حق تنتقد. طب اخي انت ليش تجبرني اذبح الحيوانات على طريقتك؟ انا طب انت افكر ودعني افكر. بس هم عايزين، لا هم عايزين يحوطوا، حطوا سور حول كل التعليم وكل القيم وكل الاخلاقيات والدين، يعني تدين بمبدا هم عايزين يسيطروا عليه، يعني عايزين التجارة تكون فقط تجارتهم. فهمت علي القصة؟ هلا أنا شخصيا مثلا إذا تكلمت عن نفسي بتقول لي أنت طيب إزاي أنت ملحد يا سامي ومسيحي؟ إذا فهمناها أنت بمعنى إيه ملحد، مش مشكلة. أنا أؤمن مثلا، أنا بتبع السيد المسيح مثلا، هذا حقيقة أحاول أتبعه لنفرض. بس انت تعرف المسيحيه عندها مجموعه من المبادئ. انت لما تروح على الكنيسه لازم تقرا قانون الايمان بسموه، قانون اؤمن بالله بهيك وهيك 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 وهيك، تبدا في اول القداس قانون الايمان، عده نقاط من بينها انه المسيح ابن الله، ومن بينها انه صلب، وانه قام من بين الاموات، وانه حيرجع في الحياه الاخرى بشان الدين الاحياء والاموات. فاهم علي؟ وبآمن بالقيامة. هذول النقاط كلهم هذا هو بسموه قانون الإيمان المسيحي. يعني في كل قداس عند الكاثوليك على الأقل تبدأ بقانون الإيمان، وهي النقاط الأساسية تاع الدين المسيحي. بس في ناس ما بيقبلوا بهذول المبادئ، أو ما بهمهم هذول الأمور، فبطلت الحاد هو بيلحد عن الطريق، بيلحد. فهو بياخذ شو؟ بياخذ اللي بيعتبره اهم شيء، او حسب رايه. يعني انا لما بروح على الدكان مش ضروري اشتري كل الدكان، ما بصير. يعني اروح على الدكان بقول لهم ايه، جبت لكم الشحنه على برا، فرقوا كل الدكان حطوها بالشحنه نروح على بيتي. لك اخي خلي لغيرك شوي. ما بنبحر. عندي مره كنت في اجتماع للجامعه العربيه، في واحد مسلم قال لي انت مسيحي يا سامي؟ قلت له اه. قال لي بس احنا الدين الاسلامي تاعنا بسد عن جميع الاديان، فتعال عندنا. قلت له عزيزي لنفرض انه عندك لمبه، ليش تكسر كل اللمبات؟ لنفرض ان عايز لمبه لبيت المي بعيد عنك،
هاي اللمبه بالصالون ما بتودي للنار تحبت المي، خلينا ولا يرحم ولا بخلي رحمه ربنا تنزل، فاهم علي؟ دكتور اظن يعني نحن انت عشان ما نطول عليك الحلقه اتفقنا انه 40 دقيقه ونفتح الباب للاسئله. منيح بس بعد الدقائق، بعد الدقائق اخلص من النقطه. انا شخصيا ارفض فكره الوحي، هذه نقطه اساسيه، انه الله بيتكلم للبشر هذا ما عنديش فيه. اولا ليش ما يتكلم الي؟ ليش يتكلم لغيري؟ يعني انا عاطل. وبعدين ايه المشكله؟ كل نبي راح اتكلموا مع الله ما فيش شهود، وكلهم طلعوا على الجبل وهات الحق. وطيب عندنا عزيز احنا في سويسرا جبل 4000 متر، جبل سينا 2000 متر، تاع حراء هذا غار حراء 600 متر. طب ايه القصه؟ ليه احنا في جبل تاع 4000 متر ما نزل الوحي وتاع 2000 متر نزل؟ تعرف شو السبب؟ شو السبب؟ تفضل. البرد، احنا عندنا برد، الملاك ما بنزل بالبرد. يعني صارت مهزلة. فأنا بقول عامة إنه ما بينزل من السماء إلا الماء، إلا المطر والنيازك وبراز الطيور، وغير شيء ما في. إذا مرة شفت عزيزي جان كتاب نازل من السماء، اعرف إنه واحد رماه من شباك الطيارة اللي تخلص منه، ما في حكي. لأن أنت شفت عنزة بتطير ما بتطير، خلص ما في كتاب بنزل. وأول درس إلي في الجامعة في أصول الشريعة ببدأ بهذا، فرغ عقلهم من فكرة إنه الله بنزل قوانين، ما في، هذا كله كلام فارغ، يعني ضحك على الحا، ما حد سمع ولا حد شاف، يعني ده كله كلام فارغ. هلا أنت بتقول لي بآمن بالله، بقصة إيمان بالله، بقول له عزيزي الله لنفرض إنه موجود أخي جان، تقدر تحذفه؟ ما تقدرش. إذا نفرض إنه موجود، طب لنفرض إنه مش موجود، تقدر تغلقه؟ لا. طب يعني لا هيك ولا هيك بطلع بيدك شيء. لا هيك طالع بيدك ولا هيك طالع بيدك. طب ليش تتعب حالك شيء مش قادر عليه؟ إذا أنت لا عندك حق لا تحذفه ولا تخلقه، ليش تتعب فيه؟ إحنا بالعربي يكونوا عندنا الشهر اللي ما بتقبض بيه لا تعد أيامه. هذا الله لا بيقدم ولا بيأخر. لنفرض إنه في الله ومتت بعد طول العمر والتقيت بيه، بسلم لي عليه، ما مشكلة. قل له والله النبي سامي بسلم عليك، رسالة منه، مو مشكلة. يعني أنا ما بتعب، ما بكلك منامي إنه في الله ولا ما فيش الله. اللي بيقول لك الله موجود والله مش موجود، هذول حامل واحد منهم سلمه بالعرض، عايز يغلب حاله وغلب الله معاه، وبعدين بينسب لله كلام هو ما لهوش دخل فيه. أنا كتبت مقال صغير هيك من 4 أسطر، وصلتني رسالة من الله أنا اخترعتها. إنه أنا ما دخلني بيكم، حلوا عن ظهري. والإمضاء النبي سامي الذيب. من أقوال النبي سامي الذيب. فكل هذا الكلام فارغ. قصة النبوة عزيزي، قصة النبوة ده مهم. أنت تعرف أنا بعتبر نفسي نبي، وكذلك انا سميت النبي اسماعيل، سميته النبي تاع البط الاسود، وانا دائما بسميه النبي اسماعيل، وانا فعلا اعتبر انه نبي، بس هم المسلمين بيقولوا اخر نبي عندنا محمد. عزيزي اكسر القصه هاي، يجب ان نكسر الفكره انه محمد اخر نبي. مين قال لك انه اخر نبي؟ باي حق؟ طب خلي لدورنا بعد ما نموت ولا بعد حساب خلينا نصيب اخي. شو يعني؟ هو المشكله دكتور كل 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 نبي بيجي بسكر وراء الباب، بس اتمنى انت ما تسكر الباب وراء. لا لا ابد ابد، انا شو اسمه، انا النبي يعني بعترف، مو واحد، انا بعترف بعدد من الانبياء. ايه وانت تعرف بالفتاوى انا دارس الفتوى، ممنوع تتبع فتوى مفتي ميت، أكيد، لأنه لا يطابق للمجتمع. هذه من قواعد الفتوى، أنا كتبت مقال طويل عن الفتوى في الشريعة الإسلامية، ممنوع تتبع فتوى مفتي ميت لأنه لا يطابق المجتمع،
يجب أن تتبع مفتي حي لأنه يعرف أوضاع المجتمع، فبالأحرى ممنوع تتبع نبي ميت لأنه النبي الميت لا يطابق مجتمعنا. ده محمد مات وصارت عظامه مكاحل، واللي حكاه بيناسب عصره مو بيناسب عصرنا. إذا المفتي ممنوع شو بالك بالنبي؟ صح، فهمت علي؟ فهي قاعدة أساسية. فأنا بقول لا يخلى عصر ولا تخلى قرية ولا تخلى مدينة من نبي، وأنا عايز أكثرهم الأنبياء علشان أقلل من سعرهم. تعرف إنه لما يكثر الفجل في السوق يصير كل 10 روس فجل بمليم، ما حد يقتل حاله على فجلي. هو نفس الشيء، كثر الأنبياء عزيزي علشان خفف سعرهم. الكل انت نبي وانا نبي، ما في حد احسن من حد. مثل ما كان يقول اسماعيل ياسين، ما في حد احسن من حد. فانا بنفسي اعتبر نبي وانت كذلك نبي من اليوم وطاعي. الا انت اخي حنسميك النبي جان، ترضى ولا ترفض؟ انت راحت عليك النبي جان. تفضل اذا في اسئله تجاوب. بصراحه دكتور، انا بعيد عن النبوه وعن المسائل هي. انا اذا بدي اصير نبي بدي اصير نبي بالحب. خلاص هو عفارب عليك، عفارب عليك. تخصصك الحب. على فكره انت تعرف ان الهندوس عندهم 300 مليون اله، 300 مليون. فانا كان عندي طالبه هندوسيه، قلت لها الهندوسيه احنا عندنا اله واحد ومتغلبين به، كيف انتم بتشتغلوا 300 مليون واحد؟ تعرف شو بتقول لي؟ احنا عندنا الآلهة متخصصين. كل واحد عنده تخصص، مثل واحد وجع اسنان، واحد حنجرة، واحد عيون، واحد وجع بطن، واحد بعيد عنك لسان، وغيره وغيره. فانت نبي تاع الحب، عفارب عليك، اهو وجدت لك صنعة. احنا عايزين متخصصين اليوم يا اخي، كما هناك تخصص يجب أن نجد أنبياء متخصصين. هذا طبيب أسنان متخصص، هذا طبيب بيطري، هذا طبيب ما شابه ذلك. ليش كلهم يساووا نفس الصنعة؟ ما بينفع. فأنت صاحبنا نسميك جان النبي الحب، موافق على الصنعة هاي؟ إخلاص، عفارب عليك، إحنا اتفقنا. فأنا من اليوم طالع هدور لي على صنعة مع تخصص. هو انا عندي عموميات النبوه، عندي عموميات النبوه، بس لازم اروح 3 سنين تخصص. انت مدير الانبياء. لا عفارب عليك، عفارب عليك. او بصحتك. بصحتك دكتور. على كل حال يعني بصراحه انا امبارح كنت عم بحكي مع الدكتور سامي، قال لي مشان ما نطول الوقت الحلقه فاتفقنا انه 40 دقيقه يعطينا محاضره و20 دقيقه اسئله، فتكون الحلقه ساعه يعني. في عندي سؤال دكتور جاني من على سكايب صراحة، جاني من ليش عزيزي انت سميت لي دكتور؟ بطلت تصير نبي؟ عفوا نبينا، عفوا. لا شو القصة؟ مش نابع شو؟ قللت من قيمتي؟ ايه ما بنفع هيك، اسحب كلامك. نبينا سامي، نبينا سامي ومدير ورئيس الانبياء سامي. تفضل تفضل. عم بيقول ام ام باسم ام ام، كل يوم شخص جديد وانما نحتاج الى اظن شوي طويله كثير السؤال. مساء الخير اخي جان، رجاء شديد منك ارجوك ثم ارجوك ثم ارجوك ان تسال الدكتور سامي الديب بان يقوم بعمل معك سلسله طويله من الحلقات، فلقد انقطعنا عن الدكتور مده طويله منذ ان قام بسلسله الحلقات في برنامج البطل الاسود. فأنا أعتقد أن الدكتور سامي الذيب هو من أهم الشخصيات التنويرية في الوقت الحالي، فهو بكل بساطة عبارة عن كنز ثقافي وحضاري، فليس المهم أن تستضيف كل يوم شخص جديد وإنما نحتاج إلى الشخصيات المهمة. فالدكتور هو عبارة عن مكتبة وموسوعة ثقافية هائلة، ويستطيع الدكتور أن يطرح كل المواضيع المهمة ومنها طرح الأسئلة الجريئة، ويستطيع أيضا أن يفتح الباب واسعا وأن يتكلم عن كل التابوهات المحرمة في الإسلام، ونحتاج أن نتعلم منه الكثير. فرجاء الحار منك أن ترسل له هذه الرسالة بأن يقوم بعمل موسوعة ومفتوحة من الحلقات بدون خاتمة
مرة أو مرتين في الأسبوع حسب وقت الدكتور، بحيث يكون الدكتور سامي مرجعا لنا في أقوالنا وأعمالنا. وصدقني يا أخي جان، لن تجد أفضل من الدكتور سامي في الوقت الحاضر، حتى لو كان مسيحيا، ولكنه شخص متسامح جدا ويحب الملحدين والعلمانيين بشدة، وفي كل كلامه لن تجده أبدا أنه يدعو إلى المسيحية، وإنما إلى كل دعواته هي إلى احترام حقوق الإنسان وتطبيق القوانين الدولية المتعارف عليها في كل العالم، وهو يدعو دائما إلى العلمانية. وشكرا لك، ومساءك سعيد، أخوك الفلسطيني جون. شكرا شكرا تفضل. على الاطراء الطيب. انا مستعد اساعد على قدر الامكان، ما بعرف كل شيء، بس يعني اللي اعرفه اقدمه، وانا دائما يعني مساند للملحدين بالمعنى الديني اللا ديني واللي تريده، لانه لازم اظن انه خلاص العالم العربي هو بيد الملحدين بالمعنى السيء اللي بفهمه الازهر بالمعنى السيء، بس الملحد يعني كل من يفكر. بصراحة شكرا دكتور، يعني أنا بعد حلقة الأستاذة منى جتني رسائل إنه يا جماعة ليش كلمة ملحد، ليش كلمة ملحد. فأنا بتشكرك كثير دكتور على نبينا، عفوا نبينا، يا فارم عليك. أنا بتشكرك كثير بالفعل. أول حلقة إنه فهمت الناس موضوع الكلمة هي الحد. أنا بصراحة أنا بعتز فيها، لأنه هن يعتبروا حق مثلا الأديان، خلينا نقول الإسلام والمسلمين شوي المعاندين معنا، يعني إذا المسلمين هن معتبرين إنه حاله الحق، فأنا ضد هالحق. إذا كان حق وهو بعيد عن الحق كل البعد، يعني أنا أحيد عنه وملحد به بالعشرة، يعني مثل ما بيقولوا. اتفضل دكتور. ايه لا، انا اتفق معك، بس بتعرف على اي اساس انت ترفض المبادئ الاسلاميه؟ على اي اساس؟ هذا ما طلبت مني المحكمه في باريس قبل اسبوع. رئيسه المحكمه بتقول لي انت على اي اساس بتحكم انه مبدا اخلاقي مش اخلاقي؟ لانه انا طلب مني ان اشهد امام المحكمه في باريس في محاكمه ضد الاسلاموفوبيا بسبب اسلام، اتهم واحد بالاسلاموفوبيا وطلبوا منه 8000 ايورو غرامه لانه انتقد الاسلام. فانا 8000 ايورو غرامه لانه انتقد الاسلام في مقال قصير، عايزين يخربوا بيته. فانا رحت على قلت اللي حكاه ما فيش فيه شيء، لو بتسمع اللي بيقوله انا بخرب بيتي معناته. قالت لي بس انت على اي اساس بتحكم انه الكلام ده همجي؟ هذا مش همجي. قلت له ما انت عندك وثيقة حقوق الانسان، عندك الدستور الفرنسي، وثيقة الاوروبية لحقوق الانسان، وهناك القوانين اللي تمنع الرق. فانت اذا بترفض تعاليم الازهر مو علشان عن جهية من طرفها، لانه هذا مخالف لمبادئ الان متعارف عليها في المجتمع. يعني مش لازم نرفض دين معين فقط لانه احنا ما بنحبوش، لا، على اساس قاعده انه هذا الدين مخالف. انت تعرف اخر مقال لي كتبته النبي محمد يقدم استقالته في الحوار المتمدن، انت شفته. قال لي على اي اساس بتحكم علي؟ قال لي على اي اساس تحكم علي في القرن ال21 على مبادئ القرن السابع؟ قلت له ما هو قلت لك انه انت مبادئك للقرن السابع، احنا بالقرن ال21 عزيزي. وانا قلت لك قبل شوي ما تقبلش فتوى مفتي ميت، يجب ان يكون المفتي حي حتى يعرف الحقيقه. ده نبي ميت صاحبنا محمد. ايه، وهو ما كانش عايز يقدم استقالته. قلت له يعني لا تقدم ولا تؤخر استقالتك، انت اصبحت في خبر كان، أنت يا محمد أصبحت في خبر كان بسبب الجرائم اللي ارتكبت بسبب تعاليمك. على أي أساس إنه إحنا عندنا وثيقة حقوق الإنسان؟ يعني إحنا ما بنرفض الأزهر لأنه اسمه الأزهر، إن شاء الله بسموه الكرد، ما عندنا مشكلة معه، هم بسموه الأزهر الشريف. إزاي الأزهر الشريف بتقول اللي غير دينه يقتلوه؟ ده في جريمة أكبر من هيك؟ ما في جريمة أكبر من هيك. اي فهم عليه؟ فاحنا على اي اساس بنحكم على الازهر؟ انه احنا عندنا ندينه بمبدا
احنا عندنا دينه، نحن لسنا لا دينيين، يعني ما عندناش مبادئ، لا احنا ندينه بمبدأ حقوق الإنسان، وهي التي الفاصل بيننا وبينكم. تعالوا لكلمة سواء، هذه كلمة السواء تاعتنا اليوم، هي وثيقة حقوق الإنسان. تخالف معها أنت وديانتك للجحيم، تتفق معها أهلا وسهلا بك. النبي محمد صراحة لم يعد صالح لمجتمعنا، لأنه مثل ما قلت لك هذا مفتي ميت، هذا مفتي ميت، وهذه قاعدة إسلامية. يعني ما أنا ما اخترعت شيء، القاعدة الإسلامية، أنا درست أدرس أصول الشريعة، أستاذ أصول الشريعة، كتبت مقال من 30 صفحة عن الإفتاء، ممنوع تتبع رأي مفتي ميت لأنه لا يناسب العصر اللي بتتكلم به، لأنه لازم يعرف حيثيات الأمور وكيف تمر الأمور. إن محمد مفتي ميت ويستفتونك، خلاص أفتى في القرن السابع الميلادي عزيزي، ومات ولا فين؟ مات خلاص، ملوش دخل بقى. احنا نقبل فقط الانبياء الاحياء فقط. تفضل الدكتور. في اسئله بصراحه، يعني بما انك فلسطيني، شو موقفك من القضيه الفلسطينيه؟ يا ريت توضحها للناس. يعني شوف، انا عملت حلقه طويله مع النبي اسماعيل، وانا حثت على انه هو نبي اسماعيل، خبرت في أنا موقف في دولة واحدة، أنا ضد دولة إسرائيل، وأنا ضد دولة فلسطين، الاثنين أسفت من الثاني. تعرف شو معنى كلمة فلسطين؟ تعرف من وين جاي كلمة فلسطين؟ تفضل دكتور. أولها فلس وآخرها طين. علي؟ فهي قصة دولة فلسطين، ده دولة عنصرية، والدولة اليهودية دولة عنصرية. أنا أريد الموديل المثال السويسري. إحنا عندنا ألمان وتليان وفرنسيين ومجموعة أخرى بسموها روماش، وجميع الطوائف الدينية، وعايشين مع سوا وبخير. على أي أساس المساواة؟ قانون يحكم الجميع بالمساواة، ما بفرق. إحنا عندنا 5% تليان في سويسرا، عندنا 70% ألمان، ما حد بجوز انه اكثريه واقليه. على اساس ايه؟ لانه عندنا قانون واحد. انا ما شفت اتيس من الفلسطينيين، وما شفت اتيس من الاسرائيليين، ده هدول جماعتين اغبياء. وتعرف انه ليش وقعوا الاسرائيليين عند الفلسطينيين؟ لانه ما وجدوا اخرى منهم، خرى وقعد خرى. هذا هو الحقيقه. فيعني هو لو انهم يرجع لعقلهم الاثنين، 5 دقائق بحلوها، مو اكثر من 5 دقائق. هذا المثال السويسري، هذا المثال موجود، يسعد اللي يتعلم من غيره. هم لا من اخطائه ولا من اخطاء غيره بتعلم. فانا القضيه الفلسطينيه مشطب عليها، والقضيه الاسرائيليه مشطب عليها، هذول دولتين اغبياء. عايزين مثال يدعوني أنا أعملهم دستور مثل الناس، ومشيهم مثل ما لازم على الخط مثل القطار، ويصل لبر الأمان. أما الطريقة تاعتهم، هذول بخربوا حالهم بحالهم، زين مجانين. هذا مبدأي. واللي عايز أكثر تفاصيل يرجع لحلقتي عند النبي إسماعيل، حل الدولة الواحدة حسب سامي الدين. تفضل. بصراحة أنا يعني المشكلة إنه صراع ديني منذ نشأة الإسلام، يعني صراع يهودي إسلامي. تمام. هذاك يقول لك الله أعطاني الأرض، هو شو أخي؟ هو شركة بيع أراضي، هو الله صار شركة بيع أراضي، ببيع أراضي. هذاك بيقول له الله سوى فلسطين، ده وقف. يا أخي شو دخلوا بالقصة هاي؟ أولا نثبت إنه في هناك الله، بدايتها غلط. بقول له الله نزل الطورة من السماء، أخي لا نزل ولا طلع، دشنا من القصة هاي التعبانية تاعك. هذا كله لا، القرآن نزله الله من الملائكة من الله. أخي ريحنا من القصص الخرفانة تاعونك هذولا، لا نزل ولا طلع، لا طورة ولا الإنجيل ولا القرآن. هاي أرض لسكانها مهما كان دينه، وتعايشوا بعقل، حل المشكلة. لأمتى حيكملوا التياسة تاعتهم؟ حيخربوها يعني؟ السلام فقط تحت الأرض حيكون؟ سلام المقابر؟ تفضل أخي.
للأسف للأسف دكتور. في عندي هون سؤال بصراحة أظن قريب، يعني بيقول السائل بطة بكيني: كيف ترى نهاية الوضع المزري والمأساوي لسوريا، وهل ستواجه إيران السعودية، وكيف ترى نهاية كل منهما سواء الوهابية أو الاثنى عشرية الجعفرية؟ هل سيتم طرد العرب والمسلمين من أوروبا، أم سيستمر العرب بالتناسل عليها حتى ينفجر الوضع هناك؟ أخي، أنا أنت كنت حابب بداية أول الحلقات إنه نتكلم عن الوضع السياسي. أنا ما بتكلم عن الوضع السياسي، لكن وضح شيء، إنه أنا النظام الأسد لا يعجبني، والأسد حفر قبره بإيده بالمعاهد الدينية اللي بناها، واللي سماها حتى معاهد الأسد لتحفيظ القرآن والحكي الفارغ ده، هو حفر قبره بإيده. لكن أنا برفض أي مقاومة مسلحة. سويسرا لو في معارضة مسلحة والله بحرقوا دينها. في سويسرا دولة ديمقراطية، لو واحد يقول أنا أعلن معارضة مسلحة مع الحكومة الفيدرالية والله بهلكوا، يدقوا دك العمى. إيش بالك بحكومة ديكتاتورية؟ أنا برفض أي معارضة عسكرية. أنت عايز تناقش، ارمي السلاح وتعال ناقش. ما تسمي نفسك جيش الإسلام وتقول عايز أناقش السلام مع الأسد؟ لا عزيزي، أنو جيش الإسلام؟ لا جيش إسلام ولا جيش قرى. ارمي السلاح، سلم السلاح تاعك يا معارض، كلهم، لا شمال ولا يمين، كلهم سلم سلاحك وتعال اتكلم. اللي ما بسلم سلاحه دق دق العمى، ما في حل آخر. أنا مو مع الأسد، بس ما في دولة ديمقراطية في العالم تقبل تتحاور مع معارضة مسلحة، ما في، لا بسويسرا ولا بفرنسا ولا مع غيرها. فايش بالك بالأسد يقعد يتحاور مع مسلحين؟ لا، هذا الكلام فارغ. أنا ضد أي معارضة مسلحة. المعارضة تعجب بالفكر، وإحنا مش عايزين ثورة مسلحة، أنا عايزين ثورة عقلية فكرية. يعني أنت تغير الحلس وتمكن الحمار، شو استفدنا؟ تقييم الاسد، تجيب واحد حمار محله، يجيب فهد او يجيب حمار محله، طب استفدنا ايش؟ ما بالضبط. استفدنا. الاسد عمل غلطه كبيره انه فتح المعاهد الدينيه. هذه غلطه اساسيه عنده، يعني هم كل الارهابيين هو اللي خرجهم. هو اللي خرجهم مع الازهر، الحمد لله عندنا التياسه بتاعت المصري. منيح. على كل، لكن انا ما اقدرش اقبل معارضه مسلحه. هذا هو موقفي. بعدين يضربوا الأمم المتحدة عايزة تعمل نقاش، هذا كلام فارغ. أنا أرفض أي معارضة مسلحة. تفضل. يعني نبينا سامي، انا لا استغرب من الاسد انه يفتح معاهد للديانه، لانه هو اصلا علوي، يعني من بقيه علي، وهو مسلم اصلا. يعني مثل ما بقولوا، يعني المشكله كلها مع بعض، يعني أكيد عقليا كانت اسديه ولا اخوان المسلمين، كلهم مثل بعض، يعني كل واحد بوجه الشكل الاخر. يعني هو قال في إحدى خطبه: أنا لست مسلم، أنا محمدي. يا أخي أنت محمد أحسن ولا لا؟ محمد ما هو نفس الشيء من نفس الطيني. شو بالضبط. يعني؟ يعني فلتنا من عزرائيل كان قباض الأرواح. لا، شو القصة؟ هو محمد يعني هذا مثال تتبعه؟ هذا ما هو سبى وقتل مثل ما بيعمل داعش. صحيح. انت على اي اساس انت تقول انا محمدي؟ يعني انت خلاص معناته روح انضم لداعش وريحنا، سويها من الاول اخي. ايه، من الاول روح انضم لداعش وخلصنا. شو؟ ايه تفضل. هو داعش يعني، بس بشكل اخر، ما هو الاسم، مش شرط الاسم. عندي كمان بطه بكيني عنده سؤال تاني، بتقول: ما سبب اهتمامك بالاسلاميات؟ النقطه الثانيه: ما سبب بحثك العلمي في موضوع الختان، رغم ان ميدان بحثك المحاماه والقانون؟ تفضل. أولاً، ليش اهتمامي بالإسلامية؟ إحنا متعايشين مع مسلمين ولازم نفهم بعضنا. أنا مش ممكن أعيش مع صينيين وأروح أحكي لهم بالعربي. لازم أتعلم اللغة بتاعتهم، فضرورة واحد يفهم المجتمع اللي عايشين فيه، والمصايب تاعونا يا للأسف اليوم جاءت من الإسلام.
لو انا كنت عايش في عصر في العصور الوسطى المسيحيه وعصر عصر التنوير مع الفلاسفه اللي انتقدوا الكنيسه والقوانين الكنسيه لكان انضميت ليهم. لكن احنا في مجتمعنا مصائبنا وضحايا الاسلام هم المسلمين اول الامر واخر الامر، واحنا بمعيتهم الحمد لله نفس القارب. فانا انا انتقد الاسلام لصالح المسلمين حتى نخرج من الورطه. هم المسلمين مش عايزين يفهموا، مع انهم مش حريه تعبير. انا عندي حريه تعبير لاني تعرف انا بشرب الحمد لله، فاهم علي؟ يعني في الخبر الحقيقه، فانا بقول الحقيقه. هذول لا، مش عايزين الحقيقه. ثانيا اهتمامي بالختان لانه هي نقطه قانونيه برضه، لانه انك تحامي عن الضعيف من لا صوت له، المستهان باي حق انت تروح تقطع قضيبه للولد او اعضاء الجنسيه للبنات، مالكش حق. اذا انت كبير انت حر تعمل اللي تريده. فانا دفاع في دراستي موضوع الختان لانه كليات القانون لا تقوم بهذه المهمه. فانا ادافع عن شرف القانون، انا بدافع عن الضعيف. مين اضعف اكثر شيء بالبشريه؟ هم الاطفال المساكين، تروح تمسكه وتقطع له قضيبه باي حق؟ لا قانون بيحميه، ولا محاكم تحكي محمي، ولا مشرع بحمي، ولا بوليس بحمي، ولا حد بحمي. على الاقل انا احمي. اتذكر واحده مسلمه قالت لي يا للاسف انت كافر. قلت لها ليش؟ قال انت بتستحق السماء، بس لو كنت مسلم لكان دخلت السماء علشان انت بتدافع عن الاطفال. بعدين بتقول لي بس بتعرف افكر فيها، يعني انت لما تموت بتلاقي الاف الاطفال يجوا دافعوا عنك، وخلي الله غصب عنه يدخلك للسماء لانك انت بتدافع عنهم. خلتني ابكي فعلا، يعني لسه بعقليتها انه فقط المسلم بيدخل الجنه. لكن علشان بدافع عن الاطفال بدها تدخلني على السماء غصب عن الله. وهذا حق، حق الاطفال. مين يدافع عنهم؟ مين بدافع عن الاطفال؟ ايه هذا ضروره. اشتغلت 7 سنين على الختان، سبع سنين على كتاب الختان، وهو أكبر كتاب عن الختان فرنسي إنجليزي وعربي، علشان أخلص كم من طفل ويحسبوا في ميزان حسناتي، إن في حسنات وإن في ميزان. يعني أنا 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 أعتبرك سيد الأنبياء، أو ما أظن سيد الأنبياء ما يكون له حسنات يعني. تسلم 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 تسلم، أشرب على صحتك وعلى صحة الأنبياء. دكتور أنا نبينا سامي، انا بصراحه يعني وعدتك انه ما نطول الحلقه عليك وصار ساعه تقريبا، عندي سؤال اخير، كيف تقيم حمله اجهر؟ قيم اجهر، شوف انا بدافع عن شخص يبدي رايه، ادافع عن كل شخص. انا ما احبش موضوع الخرفان اللي ماشيين بالقطيع، انا بخاف منهم. أنا بحب إنه لأنه كل واحد يحتمل وزره، يحتمل مسؤوليته، فمعناته لازم يستعمل عقله. فحملة إجهر ده مهمة. وبعدين نفهم رجال الدين إنه إخواني أنتم ما لكمش الحق تسيطروا على الوضع، أنتم مو الوحيدين اللي عندكم عقل، والله مش إن في الله مش هيحاسبنا على أساس عقلكم. فاللي يتبع رجال الدين على رأيي هذا ربنا لن يقيم له حساب. لانه كله اخي انت اعطيتك عقل ليش ما استعملته؟ ليش انت تستعمل بتاع الشيخ الازهر وهو فاسد؟ ما هو فاسد هذا الشيخ الازهر، ده هذا مجرم بتاع الشيخ الازهر. لما بيعمل فتاوي يقول من يغير دينه اقتلوه، هل هناك اجرام اكبر من هذا الاجرام؟ هذا يخالف الماده 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، فباي حق انت تتبعه؟ باي حق؟ فاهم علي؟ ف انت اذا تجاهر بالحادك يعني خروجك عن قطيع الخراف اثبتت انك انسان، اثبتت انك تستحق العقل اللي ان الله فيه اعطاك اياه. اما اللي مش ملحد ده هذا قطيع، بقطيع الخرفان ما لهمش قيمه، ما لهمش قيمه. تفضل. انا بتشكرك كثير نبينا سامي، وبتشكرك انه اعطيتنا من وقتك
الوقت هذا، وبصراحة يعني أنا كتير فرحان بوجودك معنا، وطبعا سلسلة الحلقات راح تستمر كل يوم جمعة الساعة 7 بتوقيت دمشق القاهرة. يعني إذا ما كانش في هناك بعض الموانع، لكن إحنا هنعلن عنها ب3 4 أيام قبل ذلك، يعني ما نربطش الناس لأنه في بعض الأوقات عندي ارتباطات أخرى، لكن أنا قلبا وقالبا معكم إن كنت بحلقة أم لم أكن. أكيد أكيد، يعني إذا ما كان عندك شغل مثلا تمام، بتساوي حلقة كل يوم جمعة، وإذا كنت مشغول بإحدى الجمعات بنأجل الحلقة، يعني ما في مشكلة. تمام. طيب نبينا سامي، شو بتوعدنا بالحلقة القادمة؟ شو بدك تكون أي ربما الحلقة القادمة حنتكلم عن موضوع الإسلاموفوبيا، لأني أنا دعوت مرتين كشاهد أمام محكمة فرنسية، فأحكي لكم القصة إيه يجرى بفرنسا اليوم. هناك يجري في فرنسا اليوم في الأوروبا في الدول الغربية أمور مخزية مخزية لا تليق بالدول الغربية، يندى لها الجبين. المحاكم الفرنسية والغربية قاعدة تحول الدول الغربية إلى دول فاشية وإلى محاكم تفتيش. هحكي لكم الحلقة القادمة عن هذا الأمر. هذا الأمر يؤرقني جدا. وأنا رحت مرتين على باريس للدفاع عن الناس اتهموا إنهم هذول معادين، إنهم اتهموا بالإسلاموفوبيا ودفعوهم غرامة. في ناس انجبروا بيعوا بيوتهم بسبب المحاكم. تصور بفرنسا ما تقدرش تلتقط. وأوضح لك شيء، إنه اللي كيم الدعاوي هذول بتعرف مين؟ جمعيات يهودية تدافع عن المسلمين. ليش؟ لأنه إن ربحت القضية بيجيها فلوس، عملتها تجارة، هي مش حبا بالمسلمين، هي حبا بالفلوس. فأنا كنت شاهد مرتين في قضيتين بباريس بهذا الأمر. هكلمكم عن القضيتين هذول وتشوفوا المخازي تعون المحاكم الفرنسية، وحتى في سويسرا بدأ يعملوا هيك. على كل خلي الباقي للحلقة القادمة بالإسلاموفوبيا ومعايب المحاكم الغربية، لأنه في ناس بفكروا إحنا في الدول الغربية عندنا حرية الكلام. ده كلام فارغ. الآن بدأت الفاشية بكل أوجهها. نحن نعيش في عصر محاكم التفتيش في أوج عصورها المظلمة. خذوا هذه الفكرة مني وحنتكلم عنها في الحلقة القادمة. للأسف الشديد. طيب أصدقائي، يعني أنا بعد ساعتين تقريبا من هلا على الساعة 10 بتوقيت القاهرة راح يكون معنا الأخ أحمد حرقان في حلقة حياتي مع الله. يا ريت تتموا معنا وتابعونا مع الحلقة القادمة. وأنا بشكرك كثير نبينا سامي، بشكر وجودك، بشكر بصراحة الوقت اللي عطيتنا إياه، مشان توعى الناس وتفهم الناس، ويعني أشكرك بشكل عميق جدا جدا. تسلم. وعلى صحتك. على صحتك دكتور، على صحتك. أصدقائي نلتقيكم في حلقة قادمة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيله، وهي بعد ساعتين يعني مع الأخ أحمد حرقان. إلى اللقاء. مع السلامة.